ففتح به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب عليه الشقاء حتما. وأحمد الله تبارك وتعالى الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا بالتذلل لعظمته، سجدت له جميع مخلوقاته، وأقرت له بالوحدانية جميع مصنوعاته. وأصلي وأسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، خير من بعث بالرسالة وسلمت عليه الغزالة وآمن به المضر وكلمه الحجر واشتكى إليه الجمل من شدة العمل، وحن إليه الجذع وضر إليه يابس الضرع، وسبحت في يده الحصباء ونبع من بين أصابعه الماء. نبي الله يا طه بك الرحمن قد باها، فجملكم بأخلاق فحار العقل بل تاها، وكملكم بأوصاف تعالى الله جلاها، وفضلكم بأنوار أضاءت كل أرجاها، فأنتم سرها الساري وأنتم أصل معناها. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ننقل لحضراتكم هذه الاحتفالية المباركة من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الشامي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. وجئنا إلى هنا بدعوة كريمة من السيد المهندس أحمد عبد السميع الشامي، نيابة عن رواد هذا البيت العامر من بيوت الله. وجئنا إلى هنا بدعوة كريمة من السيد المهندس محمود عبد السميع الشامي، نيابة عن رواد هذا البيت العامر من بيوت الله. فندعو الله العلي الكريم أن يكون هذا العمل في ميزان حسنات من قاموا عليه. وجئنا مشاركة لأبناء هذه المدينة احتفالهم واحتفاءهم بالإسراء والمعراج، هذه الرحلة السماوية التي التقت فيها الأرض بالسماء. فنصلي ونسلم على صاحب هذه الذكرى العطرة، ذكرى تحن لها القلوب وتنحني وتتيه في أوصافها الأقلام. ما كل ذكرى في الوجود حقيقة، أو كل فرد في الحياة مقام. يا صاحب الذكرى وأنت إمامنا، ولصفوة الرسل الكرام ختام. سر من الأسرار أشرق فارتمى في راحتيك الكون وهو مضام. عقد الزمان عليك كل رجائه، وتحققت بوجودك الأحلام. قم يا رسول الله أدرك أمة لعبت بها الأهواء والآثام. أرسل من القبر المعطر نفحة ليسود بين العالمين وئام. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. ندعو الله العلي الكريم في هذه الأيام الكريمة أن تكون مصرنا في أمن وأمان وسلام ورخاء ورباط إلى يوم الدين. اللهم اجعل يومها خيرا من أمسها، وغدها خيرا من يومها. اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، ويحضر معنا جمع من أبناء هذه المدينة العريقة، كما يحضر معنا الإعلامي الكبير الأستاذ عبد العزيز عمران، مدير عام البرامج الدينية
بالتلفزيون المصري. ومعنا قارئا في هذه الاحتفالية المباركة ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك، ومعنا مبتهلا فضيلة الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. أيها الإخوة المؤمنون، ومعي أخي وزميلي الأستاذ الدكتور محمود محمد الأبيدي يقدم هذه الاحتفالية لقناة الرحمة الفضائية. ندعو الله العلي الكريم أن يوفقه إلى الخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الكرام على قناة الرحمة الفضائية، كل عام أنتم بخير. يسرنا بل ويشرفنا أن ننقل لحضراتكم هذه السهرة الخاصة من هذه الساحة المباركة من مدينة المحلة الكبرى، من رحاب مسجد آل الشامي بمدينة المحلة الكبرى. جئنا بدعوة كريمة من السيد المهندس محمود عبد السميع الشامي والسيد المهندس مصطفى الشامي لنقل هذه الأمسية الطيبة، بحضور لفيف من القيادات الإعلامية والعلماء من الأزهر الشريف. يحضر معنا في هذا اللقاء معالي السيد الأستاذ المحترم عبد العزيز عمران، مدير عام التراث الديني وكبير مخرجي اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري. كما يحضر أيضا معنا في هذه الأمسية المباركة قارئا فضيلة العلم القرآني المعروف الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك، ويحضر معنا مبتهلا فضيلة الشيخ الوقور محمد عبد القادر أبو سريع. كما يحضر معنا متحدثا في هذه الأمسية المباركة فضيلة الشيخ الدكتور يسري محمود عزام من علماء وزارة الأوقاف المصرية، ولفيف من القيادات الإعلامية والسادة العلماء. كما يشرفنا أيضا في هذا اللقاء المبارك معالي السيد الأستاذ المحترم خالد عمران والسادة الحضور الكرام. نحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الأيام المباركة من شهر رجب، شهر الزرع، نعيش مع حضراتكم هذه الأمسية الدينية وهذا اللقاء الرباني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن تتنزل علينا الآن السكينة والرحمات، وأن تتنزل علينا الملائكة بفيوضات من رحمة الرحيم الرحمن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدين الكرام، لا نطيل في هذه المقدمة، وإنما نترك حضراتكم لتتشنف الأسماع وتترطب القلوب وتروى الأفئدة بسماع تلاوة قرآنية مباركة عطرة من ذلكم العنم صاحب النغم القرآني المعروف فضيلة الشيخ القارئ الدكتور عبد الناصر حرك. تفضل يا سيدي. بسم الله. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر واصبر ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون يا رسول الله عليه النبي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن رب
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله الحبيب. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله عليك ما شاء الله العظيم. الله أكبر. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله 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 يبارك عليك. بسم الله ما شاء الله. فين يزيدك عليك يا شيخ عبد الناصر قارئ وعالم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب يا رب رحمة من عندك يا رب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله أكبر. تعال يا رب. الله الحبيب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. سيدنا يا رسول الله عليك. الله أكبر. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله أكبر.
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. يا رسول الله فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حقا استطاع القارئ الكريم، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه ببركة القرآن العظيم، أن يجبر سامعيه على أن يقولوا رحم الله من علمك. ولأن فضيلة الشيخ الدكتور من التلامذة الأوفياء لأساتذتهم، أخلص في حفظه للقرآن الكريم فرزقه الله تبارك وتعالى القبول عند مستمعيه. أسأل الله جل وعلا أن يرفع شأن فضيلة الشيخ برفعة القرآن الكريم، وأن يلبسه والحاضرين جميعا بخلعة القرآن، وأن يزين الحضور بزينة القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السادة الحضور الكرام، يشرفنا أن يكون معنا في هذه الأمسية المباركة نائبا عن إذاعة وسط الدلتا الزميل المحترم والأخ الحبيب الأستاذ علاء الشرقاوي، نرحب به في هذه الأمسية كما نرحب بإذاعة وسط الدلتا، ونسأل الله جل وعلا
لهم قبولا عند مستمعيهم. نحن على موعد مع علم من أعلام الأزهر الشريف وقادة الرأي والفكر بمدينة المحلة الكبرى، وشاب من شباب الدعوة البارزين والمتألقين في برامج متعددة على قنوات اتحاد الإذاعة والتلفزيون.